دي طعميه دي ولا ايه؟ طعميه وفول. الله، سامح بيموت في الطعميه على فكره. الله طبعا. لا وعاملين بطاطس كتير. انت قلت لهم ايه؟ سامح بيموت في الايه؟ في الطعميه. انت بتدبسيني. بتضحكوا على ايه؟ لا يا حبيبتي، لا يا سلام، لا في حاجه؟ اصل هي بتقول في حاجه بيموت في الطعميه. بجد؟ قلت لها انت بتدبسيني ولا ايه؟ طب الحمد لله. انت كلفتي نفسك كده يا شاني. لا والله، والله كلفتي نفسك. لا لا لو مش هنتعب لكم نتعب لمين؟ يعني احنا لو مش هنتعب للغاليين نتعب لمين؟ طيب يا حبيبتي ربنا يخليك. ده انا عايزه اقول لك بقالي ثلاث ايام قاعده اجهز لكم في الاكل ده. كده ثلاث ايام؟ وبعدين قلت كل يوم بقى بناكل لحمه وفراخ زهقنا. صح. قلنا نغير. صح. صح؟ والتغيير على جه على وشنا. ماشي. يعني احنا كنا عايزين نغير. انتوا بزهقتوا؟ فاحنا كنا طعمين على طول. انتوا كمان؟ قلنا هنيجي نغير. فلقيناكم انتوا اللي مغيرين. طب خش عايزين تغيروا، خش جوه غيروا. تحبي اعمل لك ايه بقى يا وسام؟ لا انا بشرب، انا بشرب ميه الاول، لان انا ايه بشرب ميه قبل الاكل. دي مش ميه يا حبيبتي. تعالوا كلوا يا جماعه. ميه انا هصدقها. هجيب لك ميه. استني. انت تؤمري. تسلمي. انا عندي كام وسام حبيبتي وكام سامح، ولو مش هتعب لكم اتعب لمين انا؟ طيب لا انا عايز اقول لك حاجه، لو مش هيتقتم وسطي وافضل رايحه جايه عشانكم، يتقتم وسطي عشان انت بتذلينا. لو مش هيتهد حالي ما تقاس. لا والله تسلم ايدك. انت عشان عايز ميه انت كمان؟ لا يا حبيبي هترميها في وشي خلاص. لا عايز اقول لك حاجه بمناسبه الميه. ايه؟ كنا في حفله، وانا نادرا ما بروح الحفلات يعني. فجايبين اكل وبتاع، وانا كنت في الفتره دي عامل دايت. الكلام اللي بيزعلنا. لا لا اصل حاجه انت عادي كلي براحتك. عادي مفيش مشكله. فقلت له عايز بس ايه، حاجه ساقعه، صودا، اي حاجه صودا يعني. جاب لك حاجه؟ فجاب لي حاجه زي دي كده. ماشي. طعمها غريب جدا. انا قلت يبقى الحفله دي فيها حاجات. واحنا مش بتوع حاجات. نجري. مش بس شربت ايه بقى؟ ايه ده؟ بعدين واحد صاحبي معايا، فقلت له اشرب دي، انا حاسس ان فيها مش صاحبك عارف شرب. لا واحد زي حالاتي. فقال لي ايه ده سامح، انت طالب خمره ولا ايه؟ لا لهوه. قلت له لا والله، ده انا قلت له صودا بس يعني. وابتديت الدنيا ايه تلف بيا. اكتشفت ايه في الاخر؟ ايه بقى؟ ان صودا، ميه صودا. طب قولوا لنا بقى، مره عملت اكله وحرقتها في البدايه كده؟ ده في الاول انت اتصدمت كده ما رضيتش تحرجها. في الاول كنا عايشين ايهام. دي مكرونه. وهي في الاصل مكرونه. عجينه. انا قعدت دي شهور. رز بالايهام شهور يا شوش، ونفسي افهم المكرونه ايه اللي غلط فيها، واكلم كل الناس وامشي يعني الخطوات بالظبط. ما اعرفش ليه عامله كده. ولحد دلوقتي ما اعرفش يمكن النوع بتاع المكرونه. اقول لها يا حبيبتي النوع هو الوحش. ايوه المشكله مش فيها، المشكله في النوع. الرز الميه اكيد من الميه وحشه، عايز ميه معدنيه. حاضر. بس يا رز يا وحش ما تزعلش وتسيب. لكن بالثقه. اوعى اي حد يتجوز حد ويقعد يكبسه ان لا الاكل وحش، لا شكلك مش عارف ايه، لا لا. بالثقه، اديها الثقه، اديها الثقه. هو كان بيقول لي الاكل حلو. انا اديها الثقه. وانا مش قادر اكله يعني انت اكيد بتضحك عليا. لا الاكل تحفه، تسلم ايدك. بس المكرونه مش الصلصه تقريبا مش متسبكه، يعني في حاجه غلط. انا عمري قلت لك على اكل وحش؟ لا بصراحه. وكان كله وحش. كان بيبقى باين على انا كنت والله العظيم بيبقى باين على وشه يعني بالهنا والشفا. حبيبي ايه الحب ده؟ اوعي تاكلي صوابعه. حبيبي والله. خلاص هاكل والله. كله 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 كله. ايوه بحب بقى يبقى مليان كده. بتفكروني بمشهد بتاع جورج سيدو. بجد؟ اللي هو يقعد صح؟ هو كان بيعمل مشهد ده عشان تسمع. ايوه جورج سيدو وتكبر. قول يا ماجي. طب قولي لي يا وسام، ايه اكبر عيب لو كان موجود في سامح كنت ممكن ما تستحملوش خالص؟
بصي اقول لك يعني في حاجات كتير قوي يعني كانت بالنسبه لي يعني مستحيله. اول حاجه ان انا يكون رايه ما بيعجبنيش. انا ما يعني زي ميدي. لا والبخل لما انت قالت لك كان في اشاعه كده كانت في اشاعه كده طلع على سامح انه بخيل. يعني في ناس قالوا لي ده شكله بخيل ده شكله بخيل بس انا متاكده انه مش بخيل يعني. بس هي البخل طبعا صفه سيئه جدا برضو في اي راجل برضو ماشي. طب سامح يعني انت بتحب الغنى صح؟ ده مين اللي قال لك؟ كل الناس وبيغني في كل حاجه تقريبا. باين عليه. امال انت مسرع على الجنب ليه؟ عشان فنان حساس مطرب يعني. ايوه ده لازم تغني اغنيه لوسام تهديها لها. امي يا مجد جون والله ما هي. طب ما انا والله ما هي تحلف بالله عليك اتدبست يا شيماء. انا ما بعرفش. لا بتعرف والله ما بعرف. لا والله بس ثانيه واحده. لا يا شوشو خلاص ثانيه واحده بصي. انا مش هغني عشان لو انا هغني فخليه ما يغنيش. لا خلاص مش لازم. ماشي خلاص هنعمل كده. ماليش اي علاقه. انت هتشيل مسؤوليه اغنيتك واغنيتها بس. ما بعرف. ما انت مش احنا طلعنا مع بعضينا في ايوه بقى. أنا الأغنية دي غنيها. لو عايز تغني الأغنية دي غنيها. لا أنا أغني إيه بس أنتوا ساعدوني. طب ماشي. لأن أنا أول الطلعة بعد كده ما باخد مطب على طول. يعني أو آلات موسيقية. ماشي. أوكي. بحلم بيك أنا بحلم بيك ترارا أشواقي مستني ترارا بحلم بيك أنا بحلم بيك أشواقي مستني اطلع بقى إن ما سألتش فيا كفاية عليا. طيب ما دام انت يعني حسيت نفسك مش في الغنى قد كده هديك فرصه ثانيه. ماشي. اوكي؟ هتقول لها كلام حب لوسام بس بطريقه رمزي. ايوه. يا كانك لسه بقى ايه بتتعرف عليها ماشي؟ يلا. بطريقه رمزي. وسام حبيبي. يعني انا لسه انا مكتشف ان انا بحبك من زمان لسه دلوقتي. هو ده رمز. ولسه القعده الحلوه هتكمل ولسه يفضل منورنا النجم الجامد جدا سامح حسين ومراته القمر العسل وسام. بس هنروح لفصل صغير ونرجع لكم بسرعه. استنونا. بعد الفاصل ولسه معانا ومنورنا اطيب اتنين زوجين في الوسط الفني النجم الجامد الكوميدي العسل سامح حسين وحرمه. افرجي نفسك شويه كده عشان انت كده هيبان ان مفيش اي. انا مش عارف اقعد. انت يا عيني خلاص انت هو مش باين. تحس ان هو المنديل اللي في جاكيتك يعني حاجه. دي عظمة. طب يلا نلعب بقى. يلا هنلعب لعبة التوافق. اوكي. هتاخدي السبورة الحلوة دي. يلا ومعاكي قلمك واستكتك وانت أوكي. كمان يا سامي اهو. ماشي. هسألك سؤال وتكتبي الإجابة على طول من غير ما تقولها وانت كمان تكتبي نفس الإجابة ونشوف إجاباتكم زي بعض ولا لا. اللعبة من 10 يعني 10 أسئلة هنشوف هتجاوبوا فيهم كم سؤال. أوكي. ماشي. السؤال الأول قول لي يا سامح وسام اتغدت ايه امبارح؟ اكتب امبارح؟ بسم الله بسم الله. المهم ان انا متغدى معاها. ايوه هي كتبت بس كتبت ضحك ولا ايه؟ ماشي نلف كده. الله الله الله. النقطة الأولى لشربة الخضار. بس يا حبيبتي ما أكلتوش غير كده؟ تخيلي احنا بنعمل دايت أصلا.
ما انتوا احنا يعني مستعدين للعزومه بتاعتكم. اتاريكوا يعني. فجبت لنا فول وطعميه يعني. جبتوا عن فاضي. طيب السؤال لوسام، اسم جدة سامح. انا فاكراها. تمام. من ناحية الأم صح؟ يعني بص الاسم عامل ازاي؟ واحد اتنين تلاتة نشوف. ايه ده؟ ما شاء الله خمس نقط وخمس درجات في وش العدو، ربنا يحميكم. قول لي يا سامح. نعم. ايه الحشرة اللي بتخاف منها وسام؟ الحشرة اللي بتخاف منها وسام. لو اعتبرناها حشرة. ماشي. لو اعتبرناها خلاص؟ لا هي حشرة، أنا هكتب لا خلاص يلا أنت كتبتي. لو اعتبرناها هي حشرة. هنشوف. يلا واحد اتنين تلاتة نلف نشوف. معلش ده مش حشرة. أنا حاولت يعني. هو قال هنعتبر إنها حشرة. هي كتبت الصرصار وهو كتب البرص. بصي هو احنا علشان انا وهي واحد فانا بخاف من البرص. يا واد يا عمير. يا واد يا وانا هديك بقى نقطة عشان العمر ده. رأيك بقى. وثمانية من عشرة وفيا بنت علينا. اسأل يا مادي. والله الناس دي عسل، احنا نجي لهم كل يوم. درجات حالية قوي، ما عملتش كده ايام المدرسة. طيب سؤالي لوسام. ايه اللون اللي لا يمكن سامح يلبسه؟ لا يمكن يلبسه؟ لا يمكن، ما بحبوش. لا ما هو اللي ما بيحبوش حاجه الحياه الشخصيه. بص اقول لك حاجه عشان بيحبوش. عشان ناخد النقطه. ماشي. اللي ما يحبنيش انا البسه. ايه رايك؟ عشان اللون الوحيد اللي هو ما بيحبوش هو بيلبسه عادي. هو يعني ليه ناس عادي دوره يلبس اللون ده. اصل انا علشان ممثل فممكن انا مش بنتكلم بقى في الحياه بقى ملهاش دعوه. ايه اللون اللي مش بيحب؟ بيكرهه. سهله دي لو ما عرفهاش انا هزعل منك. يلا واحد اتنين تلاته نشوف. لا 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 تسعه من عشره والسؤال الاخير اللي هيحسم الموقف. تا 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 قولي ايه اكتر اغنيه وسام بتحبها؟ اكتب. يعني لا مش عايزين كلام. بحب يعني لا لا هو مش عايزين تلميحات. هو اعترف. انا الشرح هيبقى لا لا مديله شباب. لا هفهمك. هو اعترف ان هو ملوش في الانجليش صح؟ انا بحب اغاني اجنبيه انجليزي كلها. ده هيبقى سؤال استحاله اجاوبه يعني. طب ماشي اكتر اغنيه عربي بتحبها وسام؟ ها اكيد في اغنيه سهله دي. يلا انا علمتها لها يعني. ماشي يا ده سيم اللي حصل. انت بتغششها والله. ده سيم اللي حصل. يا رب يا لا 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 ادام هو قال كده يبقى مش اسمها كده. ما انا ضعيفه. ده انا فهمت. كان اسمها ايه؟ انا مش فاكره. هي اسمها كده اللي انت كتبتيها. ما تحيرنيش بقى. يلا. ايوه. ايه ده؟ لا بس الصراحة في توافق والله. ده بيرميها بس كده. اصل انا يعني لسه سامع الحاجات دي. احنا مستعدين لكل الاسئلة يا شيخ. يعني هو انا افهم قصدي ده ما يستاهلش نقطة. هو اي حد بيفهم التلميح. لا ده احنا هنا كان في غش للصبح. طيب امسحي سؤال تاني. السؤال بس والله الطعميه بتاعتك حلوه قوي. السؤال حلو. يلا السؤال الاخير. لون شراب وسام اللي هي لابساه ايه؟ اوكي ايه ايه ده؟ ده عارف. ده عارف. ده شكلي اغير السؤال. طب ونضيف عليه بقى سؤال تاني صغنن عشان هو لسه ليه ملحق. الجاكيت اللي لابسه سامح بكام؟ على فكره انا عارفه انا اللي شاريها. هو اللي مش عارف. ماليش دعوه. ده هديه. انا اعرف ازاي؟ مش عارف. تقول لي بص انا جايبه لك ده بكام؟ عشان نشوف انت زوج ناصح ولا لا. ماشي. ده رينج هديه. معلش رينج. هعترف بسعر الهديه. معلش عشان يعرف انك بتدفعي. لا هو انا كنت جايباه من الوكاله. يا لا انا رينج يا شيماء يا ستي لو قلت كبير مش حدش هيحاسبك. قول
وانا اقول يعني طب ما انا اقول ايه اسعر يعني اسعر ما بين كذا لكذا ليك 50 فوق و50 تحت نعتبره صح يلا ده انت كده بتعمل ضرايب خلاص ماشي. طب يلا واحد اتنين تلاتة نشوف يا جماعة يا جماعة يا جماعة لا 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 عشرة من عشرة ما شاء الله وعشرة من عشرة يعني خمستين وخمستين عليكم وعلى جوازكم الحلوة السعيدة بس دلوقتي انتوا في مرحلة الخطر علشان هنلعب لعبة وانا بقى ومدوجي هندخل معاكم فيها ودي بقى احنا محدش بيكسبنا فيها اوكي؟ اوكي بس يمكن انتوا بما انكم جامدين كده تكسبونا فهنشوف يلا احنا عيلة بتحب اللعبة ماشي واحنا كمان استني استنى سوري استنى انا بحب اللعبة قوي متحمسة متحمسة جدا انا هوري مادي الصورة دي طب انا عايز اعرفها انا وانت في البحر تعبين سمكة؟ تعبين انت وانت تعبين انا وانت انا وانت بنكروز كروز انا وانت بنركب سكوتر سكوتر ايه اللي هيشيلك ده اصبري ركزي انا وانت ولا حد تالت انا اديها بقى كده ركزي يلا بنستلقط حاجات حرامي ولا ايه حراميه انتوا الاثنين حراميه استنى بقى بنروح نجري بقى ايه ايه العربيه بتاعت الهايبر ايوه